لدى ترأس معاليه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوافقات التي توصلت إليها اللجنة والحكومة الموقرة بشأن الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022 بيّنت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمحافظة على مكتسبات المواطن البحريني رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدا معاليه أن الظروف التي سببها انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم وانتشار جائحة كورونا خلقت العديد من التحديات على مستوى دول العالم، وتنوعت بين تحديات صحية واقتصادية واجتماعية في الوقت الذي قدمت فيه المملكة الحزم والمحفزات الاقتصادية التي أثبتت نجاحها فيما يتم العمل بشكل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن خلال التعاون المترسخ بين هما للتعامل مع هذا الوضع من خلال مشروع الميزانية. من جهته أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن التوافقات التسع التي تم التوصل إليها مع الحكومة تلبي التطلعات، مشيرا إلى أن الميزانية المنظورة مختلفة في الظروف والأهداف وآلية بناء الميزانية التي قامت على مبدأ الميزانية الصفرية، وأكدت على الوفاء بالتزامات المملكة وعدم المساس بمكتسبات المواطنين.